Contigo. وكانت الخدمة اللي غادي نقدم لكم كتعبر على المحبة اللي كنكنها لكم والحب اللي كنكنو لكم كاملين. خمسة وخمسة وجوج. تقديم رائع. أنتيغون. Comme vous le savez, Antigone c'est une pièce de théâtre. C'est notamment une tragédie moderne. الكاتب ديال هاد المسرحية هادي هو Jean Anneuil. Tu fais après du cadavre de ton frère. Tu savais que j'avais interdit de l'approcher. C'est fini. Pour Aimon, Antigone. Allez, allez, pas d'histoire. Je vous expliquerai devant le chef. Moi, je ne connais que la consigne. Petite sœur. Ah non, laisse-moi. Qui a été assez fou pour braver ma loi? Tu penses que la peur et la douleur de mourir, c'est assez? Lâchez cette jeune fille. Jure-le-moi. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Cadavre, chef. Quelqu'un l'avait recouvert. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous espérons que vous خير وفي افضل الاحوال. سعيد مجددا بلقياكم في هذا لا فيديو. بالنسبه للناس اللي كتشوف لاشين اول مره، ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين، تفعل الجرس باش يوصلك منا اي جديد ان شاء الله تعالى. هذا الفيديو هذا خاص بالنسبه للتلاميذ ديال السنه الاولى بكالوريا. قبل ما نبداو الشرح، ما تنساش انك تاخذ لك كاس ديال القهوه وتتبع معايا لا فيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الأولى بكالوريا، مرحبا بكم في فيديو جديد فيما يخص الموديول الثاني اللي هو أنتيغون. بروميير دي شوز بون كوراج، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في الامتحانات ديالكم، في الفروض اللي راكم كدوزوا هاد الأيام. نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والسداد وأنكم تحصلوا على نقاط اللي هي إكسيبسيونيل. واحد النصيحة نعطيها لكم هي ما تبحثوش على التعادل كيف ما كنقولوا في اللونغاج ديال الفوت. دونك هنا قلبوا على التفوق والتميز. فوالا، كنتمنى انكم تبحثوا على نقاط اللي هي عاليه، نقاط اللي هي اكسيبسيونيل، عوض انكم تقلبوا على نقاط اللي هي متوسطه. فوالا، دونك هنا كيف ما كتعرفوا البارح بديت معكم يعني لاسين الاولى، درنا التحليل. دونك اليوم غنعطيكم يعني قبل ما نبداو، قبل ما يعني نكمل التحليل ديال كل مشهد، يعني قلت اللهم نبدا بغيزومي دي السين، تلخيص ديال جميع المشاهد. فوالا، مشهد بمشهد، فيت ما غاديش نتعطلوا، غادي نعطيكم فقط فكره على كل مشهد. فوالا، هذا الشيء اللي غنديروا في هذا لا فيديو هذه، وهذا الشيء بطبيعه الحال سافا فوزيدي اميو كومبروندر لي زيفينمون. وراه حطيت ديجا واحد الاحداث الكبرى، الاحداث الكبرى ماشي مشهد بمشهد، خديت فقط الاحداث اللي مهمه في أنتيغون. دونك كاينين بزاف تاع لي فيديو، نتمنى انكم تفرجوا في جميع لي فيديو اللي كنحط لكم، لان اي حاجه كون على يقين ما كنحطهاش هكا غراتويتمون. فوالا، سافا فوزيدي يعني ميو كومبروندر ميو سيغني ميو ابريوندي هذا الكتاب هذا. فوالا، دونك هنا كيف ما كتعرفوا لا ستركتور ديال لا بيس، لا ستركتور ديال لا بيس كتكون، لاحظوا شحال من سين، يعني في لا بيس عندنا كومبيان سين؟ عندنا 21 سين، 21 مشهد، من 9 حتى 13 لو برولوغ، من 13 ل 20 أنتيغون لا نوريس وقيس على ذلك. فوالا، 21 لاباج 21 فيها أنتيغون لا نوريس اسمين، من 31 حتى 36 لا سين الخامسة أنتيغون لا نوريس. فوالا، حتى الاخر غنلقاو 122 123 واحد لا سين الاخرى بين لو كور ولي غارد. دونك نشوفوا جميع هاد لي سين هادو، غناخذوا فكره عامه على كل سين. فوالا، غنبداو بلا سين زيرو اللي هي لو برولوغ. لو برولوغ بريزونت، هذا هو اللي درت البارح ليه لاناليز والريزومي. لو برولوغ بريزونت لي بيرسوناج، لو كادر سباسيو تومبوريل، اي دون دي انفورماسيون سور لي ايفينمون كي بريسيد كومون اي بوركوا بولينيس اي ايتيوكل سو سون في لا غير. فوالا، يعني عطانا الافكار على لي بيرسوناج، لو كادر سباسيو تومبوريل، بعض الاحداث السابقه، وقال لنا كيفاش وعلاش بولينيس واتيوكل داروا الحرب بيناتهم وقتلوا بعضياتهم. كريون لو رونكل دو فان روا، تيقول لنا بان كريون غيولي هو الملك، اوردون غادي امر يدار مراسيم يعني جنائزيه يعني تليق بالملوك فوالا الاتيوكل. فوالا، اي انتردي بولينيس دو سيبيلتور، غادي يمنع بولينيس من انه يتدفن.
هذا هو البرولوغ. ندوزو لا سين فوالا لا سين نيميرو 1 لا نوريس مع انتيغون. دونك انا انتيغون رونتر بالي الو بدخل مع الفجر. Il rencontre sa nourrice qui lui demande d'où il vient et la soupçonne d'avoir un amoureux. Adi dkhl Antigone ma el fajr yani mchat hawlat dfel akh diala gatqoul liha la nourrice fin kenti w qalt liha wach ndak chi habib yani wach zama kayn ndak chi habib li mwa3dk bzwaj ila akhiri. Ala Antigone la persuade qu'elle n'en a pas. Antigone gadi tqna3ha b'annahu ma ndhash un amoureux. Voilà. La scène tania li ndna hiya ismen se réveille tôt. Elle aussi, contrairement à ses habitudes. Alors, elle est qui se met à faire comme l'habitude de l'année. Il y a dit ce qu'on appelle en français faire la grâce matinée. Grâce matinée, il y a qu'à faire comme elle. Il y a de l'amour à faire tôt. Alors, elle veut empêcher sa soeur d'aller enterrer le cadavre de Polynice et l'en dissuader. بغات تمنع الاخت ديالها باش ما تعاودش تمشي تدفن الكادافر ديال الاخ ديالهم بولينيس وكتحاول تبعدها على هذه الفكره هذه. الفوند توت سون ارغومونطاسيون سور سابور دو كريون يعني جميع الادله اللي كتعطي فيهم الخوف من كريون دي زاتيتود فيولون دي زابيتون دو تيب من رده الفعل اللي غتكون عنيفه من الساكنه ديال تيب اي لا سورتو بور دو سوفرير اي دو مورير وايضا خافت انها تعاني وتموت. Antigone il va rejeter, غادي ترفض tous les arguments de sa sœur qui doit l'aider car enterrer leur frère est leur devoir. يعني كترفض ليها Antigone جميع هاد الادله هادي ديال التخويف وديال الخوف من الناس والخوف من الملك والقانون والموت ايتترا وتقول لها بان الدفن ديال الاخ ديالنا هو devoir. La scène 3, غتجي la nourrice عاوتاني مع Antigone. Donc انا la nourrice constate qu'Antigone souffre et cherche à la réconforter. Donc انا Antigone la nourrice غتعرف بان Antigone راه كتعاني عندها شي مشكل وكتحاول تواسيها. Antigone fait une sorte de testament concernant sa chienne douce. Et à l'équité. Voilà. Donc انا Antigone غادي تعطي واحد voilà واحد بحال قلتي واحد الشهاده واحد الوعد concernant voilà sa chienne douce qui يعني بحال كتود دعها لاخر مره بحال كتودع لا نوغيس ديالها. Antigone et Aimon. Voilà, Antigone fait ses adieux à Aimon. Antigone هنا غتودع ايضا Aimon. كيفاش غتودعو؟ Et lui dit de manière catégorique qu'il ne sera jamais sa femme et qu'il n'aura jamais d'enfant. غتقول ليه بانها جامي غتكون مرتو وغادي تسالي معاه العلاقه لانه تبنات العلاقه ديال الخطوبه بيناتهم وغتسالي معاه العلاقه وتقول ليه راه جامي غيكون عندنا الدري باش حلمنا. La scène 5, Antigone مع Ismène. Antigone revient pour empêcher Ismène revient pour empêcher Antigone d'aller enterrer Polynice. Antigone Ismène هنا غادي ترجع وغتحاول تمنع Antigone باش تمشي انها تدفن الاخ ديالها يعني غتحاول باش انها تمنعها رجعت عاوتاني. سي ديرنيير لوي افو كو ترو طار ايل ا ديجا في لو ماتان ميم يعني غتحاول تمنعها وتقول لها Antigone غتعترف لها غتقول لها راه جيتي معطله راه حاولت اني ندفن الاخ ديالي هذا الصباح نيت وغادي نعاود ندير. كريون جوناس لوباج. دونك هنا كريون لوغارد فيا انفورمي كريون كو كيلكان ا ركوفير دو تير لو كادافر دو بولينيس اي كون ا روتروفي اون بيل دونفون يعني يقول ليه لوغارد بانه راه شي واحد حاول يغطي الكادافر ديال بولينيس. هذه المحاوله الاولى ديال انتيغون حاولت تغطيه وهربات ولا اي كون ا روتروفي بانهم لقاو واحد البالا واحد البالا باش كت يعني باش كتهز الطراب وكتلوح عليه الطراب. سين 7 لو كور ليستوار اي تا سون باروكسيم لاكمي صافي دير لو سومون يعني ليستوار وصلت القمه ديالها وغادي تبدا. Voilà, un œil à travers le personnage du cœur, donc un œil en tariq le personnage là présente sa conception de la tragédie et du drame. Hadi mise lina bil la tragédie ou bil le drame. باقي غنرجعوا ايكوتي كل سين في هذا الشيء راه غنرجعوا ليها وغنديروا ليها الاناليز ديالها ان شاء الله بعون الله تعالى. Les gardes sont mania. غادي يجيو لي غارد مع Antigone. Les gardes ils vont capturer. Non, Antigone غتمشي في المحاوله الثانيه هنا فين غيشدوها. عقلوا على الفعل capturer ça veut dire arrêter. Ils vont arrêter Antigone et l'amène au palais. غيديوها للقصر. Voilà. هنا ils discutent de la prime qu'ils vont toucher et des plaisirs qu'ils vont s'acheter avec cet argent. وهما شادين تيقولوا اشنو يعني غيعطيونا واحد لا بريم واحد بحال قلتي مكافاه وشنو غنديروا بهاد الفلوس يعني بداو كيستهزؤوا بهم تيقول يعني شنو غنديروا بهاد الفلوس لاننا حنا اللي شديناها دونك غادي يعطيونا شي خلصه مزيانه اشنو غنديروا بها لي 3 غارد.
فوالا حيت كاينين عندنا ثلاثه لي غارد سينت سعود. هاد لي غارد هادو غيجيبوا فوالا عندنا اونتيغون كريون لي غارد لو باج، يعني غيجيبوا هاد لي غارد. من بعد لاحظوا قبل كان اونتيغون مع لي غارد، دابا غيجيبوها الكريون في حضور لو باج اللي هو المرافق دري صغير ديال كريون. دونك هنا لان دي غارد ان فورم كريون كيلزون سوربري اونتيغون اون تران دو ريكوفرير لو كادافر دو بولينيس دو تير، يعني بانهم فاجئوها هي مشات عاودت بات تدفنوا وفاجئوها وتدخلوا وشدوها. والله هادشي اللي قال لوغا كريون دوموند دي زيكسبليكاسيون ا اونتيغون كي غارد لو سيلونس. كريون غادي يقول اونتيغون شرحي لي هادشي اللي كيقولوا الناس زعما واش صحيح ولا ما صحيحش. اونتيغون الفا ريستي يعني سيلونسيوز، غتبقى ساكته. لا سين 10 هادي هي لا سين المهمه كاع في هادشي هذا، هو اونتيغون في اس كريون فيرسوس كريون. دونك اونتيغون ضد كريون هادي غتاخذ واحد 20 باج في الكتاب. دونك كريون هنا سيتون اسيغي كونتيغون نايتي في بار بيرسون فو ايتوفي لافير اونتيغون لي 3 غارد ا كونديسيون كيل سوتيز. دونك انا كريون يعني استطاع انه يتيقن بانه حتى واحد ما شافها فوالا، وبغى يطمس كيف تنقولوا يطمس القضيه، باغي يعني هذه القضيه هذه يقتلها دقه وحده. اونتيون قال لها غادي نقتلها ثلاثه ديال لي غارد بما انه ما شافك حتى واحد، ولكن ا كونديسيون كيسوتيز، ولكن تمشي ترجعي يعني سمحت لك ما غنقتلكش رجعي وبقاي ساكته. مي هنا مي ال سابيرسوا كيلي كيلي لورغي فوالا كيلا لورغي هنا ا كيلا لورغي دو ديب، يعني ولكن كيكتشف بان هي عندها داك الغرور ديال الاب ديالها يعني ما بغاتش تنازل. ال دي سي دالور دو لا كونفانك دو سو ماريي اي ديتر اوغوز. غادي يدوز ليها الحاجه الثانيه غيقول لها سيري تزوجي بالولد ديالي وانت غتولي ملكه وغتولي سعيده ونسي عليك هاد لافير هادي والو. دوفون سون اوبستيناسيون يعني يعني قدام داك العناد ديالها والتعنت ديالها. ال ويلونس لا فيغور لا رياليتي اوريبل دو سون بير اي دو سي فرير، غيعطيها الحقيقه المره يعني بعض الحقائق على الاب ديالها وعلى الاخوه ديالها وانهم كانوا خايبين. انسي لوي مونتري كو سون جيست ايتي انوتيل اي كو سون فرير نو ميريت با سو ساكريفيس، وقول لها بان الاخ ديالك ما يستحقش التضحيه هذه. وهذا الفرض هذا بالضبط ديال فاش يهضر لي على الاخوه ديالها راه هو الفرض رقم 7 اللي حطيت لكم. دونك هنا يعني يحاول يقنعها بجميع الوسائل وفي الاخر غادي يفشل طبيعه الحال. فوالا اسمين اونتيغون كريون سور سي في، يعني اونتيغون وكريون في اوج النقاش والجدال الى اخره، وانتيغون متعنته ما بغاتش انها تنازل على داكشي اللي المشروع ديالها. غدخل اسمين اغيفي دي سي دي، غدخل حاسمه ا الي اونتيغي سون فري، يعني تقول لها انا اختي غنمشي معاك، يعني في الاول رفضت دابا غتجي ابارطاجي لو سور دو سا سور، يعني قالت لها حتى انا غنمشي معاك حتى انا نموت معاك وندفنوا الاخ ديالنا. يعني هذا في ان شونجمون دافي، شونجمون دافي يعني غيرت الراي ديالها اسمين. هنا غيكون عندنا اسمين اونتيغون كريون ولي غارد، اسمين اونتيغون من جهه كريون ولي غارد من جهه اخرى. كريون ابيل سي غارد كي ايمين اونتيغون، كريون غيعيط لي غارد صافي لانه يئس ما بقاش حل وغادي يديو اونتيغون باش يطبقوا عليها العقوبه. اسمين لا سوي اون كريون سون نو، اسمين غتبعو غتبقى تغوت اونتيغون اونتيغون. لا سين رقم 13 كريون في اس لو كور، لا كونسيونس دو كريون ماتيرياليزي اون لا بيرسون دو كور لوي روبروش سون اكت اي لوي دوموند دو سوفي اونتيغون. دونك انا بحال قلتي هاد لو كور غادي تلعب يعني بحال قلتي الضمير ديال كريون. دونك كريون هنا لو كور غيقول ليها ودي راه باقا صغيره راه، وحتى هذا راه فرض ربما فرض رقم 3 او 4 ما عقلتش اللي حطيت لكم. فاش لو كور كيحاول يقنع اونتيغون قال لها نقولوا بانها هبيله، نقولوا بانها فوالا باقا صغيره، نقولوا بانها نحبسوها في الحبس عوض قتلوها. دونك عطاه بزاف ديال الوسائل اللي كريون ممكن يطيحوا ليها ايضا في بالو، داكشي باش نقولوا بان لو كور كيمثل الضمير ديال كريون و تيقول ليه سوفي اونتيغون. لا سين 14 ايمون اي لو كور في اس كريون، دونك انا ايمون غيدخل حتى هو غيتزاد مع لو كور وبجوج بهم ضد كريون غيحاولوا يقنعوه. ايمون اريف اون كورو فوالا ايل سوبلي سون بير دو سوفي اونتيغون كار ايلي لو روا il peut tout، قال ليه انت هو الملك ممكن انك تنقضها ممكن ما تعاقبهاش وممكن انك دير كل شيء، حاول انك تنقض اونتيغون لانها غتكون الزوجه ديالي. ولا كريون لوي مونتر كو ديزورمي il ne peut plus rien pour elle، كريون بين ليه بانه راه ما يمكن ليهش حاليا ينقضها لانها صافي غوتات والناس كلها عرفات بالحقيقه، وبانه راه دار معاها يقول ليه جيتي تو سيمون بتي جيتي تو سيمون، يعني راه حاولت معاها ولكن ما فوالا يعني بدون جدوى. ايمون صوغ كوم ان فو، ايمون هنا ما غيتقبلش هادشي وغيخرج كيجري بحال شي واحد حمق. لا سين 15
crayon ou le corps. Le corps reproche à crayon d'avoir blessé Aimon à mort. Alors, il dit qu'il a 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 dit il peut par exemple se suicider. Alors, crayon répète qu'il ne peut plus rien faire. Crayon qui a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit donc a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a هادشي اللي كنخايف منه كريون في الاول. هنا عندنا السين 16 لو كور كريون اي لي غارد انتيغون. هنا لو غارد انفورم كريون كو لي زابيتون اونفايس لو بالي. لو غارد هنا قال لي راه ساكنه ساقوا الخبر وراه جايين داخل القصر بغاو يشوفوا العقوبه. فوالا كريون لو كور دو غارد سورت او بورت. فوالا فوالا دونك كريون او لو كور جوج تاع لي غارد غادي يخرجوا حتى هما باش يشوفوا هادوك الناس اللي جايين يشوفوا يعني الحكم اللي غيتطبق. الساكنه ديال تيب 17 اونتيغون مع لوغارد. هذا هو الفرد السادس اللي حطيت لكم. اونتيغون مع لوغارد الشاف ديال لي غارد اللي سميتو جوناس غتبقى معاه في واحد لا سين. اونتيغون سول افيك لوغارد فو سافوار كومون اون غتقول ليه كيفاش كنموتو غيقول ليه كنموتو كيف ما كيموتو الناس الاخرين. الا لوغارد ايفيت دو ريبوندر بريفيرون parler de sa condition de garde et de ce, ceci. Donc هنا لو غارد فوالا كيحاول ما يجاوبش على الاسئله ديالها تيهضر ليها على الوضعيه ديالو كحارس والمعاناه ديالو كحارس والمشاكل الماديه اللي كيعاني منها. فهاد لاسين هذه فين غادي تكون الكوميديا والتراجيديا. يعني نورمالمون كنقراو تراجيديا مودرن ولكن غنلقاو فيها الكوميديا سكلاغ دونك تكون فيها كوميديا. هادشي باش هي تراجيدي مودرن ماشي كلاسيك. اونتيغون لوي دوموند ديكخير اون ليتر بوغ ال. اونتيغون قالت ليه عافاك كتب ليا غير واحد الرساله اخيره لاني غنموت واحد الرساله بغيتك تعطيها لواحد لا بيرسون. سيت ليتر مونتر كونتيغون اي كونسيون دو سون اكت اي سا مور اي كو سا فوالا اي سا مور سون تابسورد كو سون اكت اي سا مور سون تابسورد اي كيل روغريت دو لي زافوار تو في سوفرير. يعني هاد لا ليتر هادي غتبين لنا بان اونتيغون وعات بان الفعل ديالها ما عنده حتى شي قيمه وبان كريون دار معاها كلشي وبان كريون حيت هي غتقول ليه كتب كريون افي ريزون يعني كريون عنده الصح. في الاخر غتقول ليه مسح كلشي وغتعطيه جمله اخيره يكتبها فوالا الخطيب ديالها اللي هو ايمون فوالا وكتاسف وقالت ليه زعما ديزولي يعني عذبتكم معايا كاملين ولا دو لي زافوار توس في سوفرير فوالا. هنا عندنا لا سين 18 لو كور. لو كور اونتر اون سين انونس كو سي فيني اي كو سي لو تور دو كريون اي دي زوتر. قال لك دخل لا سين قال لك راه صافي سالا وراه بقات نوبت كريون و لي زوتر حتى هما باش انهم يموتوا فوالا. يعني كلشي لو كور اي لو ميساجي فوالا. لو ميساجي فيان انونسي لا مور دونتيغون اي لو سويسيد دو ايمون كي سي بلونتي اون ايبي دون لو فونتر. دونك هنا لو ميساجي جاي كيخبرنا بان اونتيغون ماتت وبان ايمون غادي ينتحر فوالا. اللي غيضرب ويقول لك راه غيضرب راسو بالسيف في كرشو. وحتى هذا باش ما ننساش حتى هو راه فرض حطيتو لكم الفرض رقم ما عقلتش صراحه اش من فرض واش الثالث واش الرابع. المهم راه كاع هاد لي سين كل سين تقريبا سبعه الفروض في كل سين كاين واحد الفرض فوالا. وباقي ان شاء الله نزيدكم فروض اخرين والتلاميذ اللي كيطلبوا مني لا برودكسيون اكريت قريبا ان شاء الله نطرق معكم ايضا لا برودكسيون اكريت. فوالا لا سين رقم 20 لو كور كريون لو باج. Le corps annonce à Crayon que sa femme Eurydice s'est donné la mort elle aussi. Alors le corps rigole Crayon راه حتى الزوجه ديال كراتها هي ماتت انتحرت. Elle s'est coupé la gorge. يعني قجات راسها. Voilà, وقتلت راسها ذبحات راسها. Voilà, elle s'est coupé la gorge. Crayon est anéanti mais elle est roi. Elle doit continuer à faire son travail. Crayon هنا يعني غادي تحطم بزاف ولكن غايقول فوالا انا ملك وخاص الخدمه تكمل. يعني مالغري لا مور دي بيرسون الحكم والملك تيبقى ديما ساري المفعول ديالو. لا سين رقم 21 كريون لو كور لو باج. الا دونك هنا لو كور كومونت لي زيفينمون ليستوار سي تيرميني اكزاكتومون كوم الا انونسي. قال لك القصه راه سالات كيف ما اعلنها في الاول لانه هو في الاول اللي غيلعب الدور ديال لو برولوغ. فوالا سول لي غارد كونتينيو ا موني لور فوتيل بوتيت في. يعني قال لك لي غارد بداو تيلعبوا لي جو ديالهم بحال ما وقع والو بقاو تيلعبوا الكارطه ديالهم الجو كارت فوالا. يعني هنا يعني باش يبين لك بان
لي غارد يعني ما على بالهم والو, يعني هما مشاركين في القصه داروا كل شيء ولكن ما وعاوش يعني الحموله ديال 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 القصه يعني والفوالا والهدف من يعني ان اونتيغون كتمثل واحد ولا واحد لا جوستيس وكريون كيمثل لانجوستيس بالنسبه له. دونك هنا كاين بزاف ديال لي مورال اللي كي سون تريتي في هاد لا بيز او تياتر. غادي نرجعوا ان شاء الله لكل حاجه بوحدها, كل سين بوحدها, غنرجعوا لبزاف تاع لي فيديو ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق والسداد. ميرسي بور فوتغ اتونسيون. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم, والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.